وأنا شخصيا الذي ربطتني به علاقة شخصية في شق عاطفي شخصي تجاه هذه الذكرى، لأنه كنت مقربا وكنت على تواصل ومعرفة وثيقة، وزارنا في بيتي يعني، وكنا نعمل اجتماعات مع شباب الموحدين وشباب من الجامعة اليسوعية. أنا كنت على صغر عمري بتلك المرحلة مقرب جدا، وبالتالي بعتبر أنه كان من حسن حظ القدر معي أن أكون في هذا الموقع اللي سمح لي أن أتعرف إلى شخصية كاريزماتيك بهذا القدر العالي من الشفافية والوطنية والطلة البهية والأفكار العميقة، وتعلمنا منه الأشياء الكثير. وأنا على مدى سنوات اشتغلت على مؤلفاته وعلى خطاباته وعلى مواقفه وحللتها، واشتركت بكثير مؤتمرات، وكنت فكرت حتى اجمع كل هذه المداخلات في كتيب خاص، تحية إلى الإمام موسى الصدر. اشتغل على إظهار كيانية المكون الشيعي عبر قانون إنشاء المجلس الشيعي الأعلى اللي ترأسه وقت التأسيس، وبعده الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وبعده رحمه الله الشيخ عبد الأمير قبلان كمان رحمه الله، وهلأ في الشيخ علي الخطيب يقوم بهذا الدور الوطني. هذا الشق. الشق الثالث على صعيد الحركة الاجتماعية، اللي كان الإمام الصدر أول من أطلق موضوع الأزمة الاجتماعية والفوارق الطبقية في لبنان، وحذر من انعكاسها عن طريق إطلاق حركة المحرومين التي هي إطلاقا ليست وقفا على الطائفة الشيعية، كانت حركة عابرة للطوائف، وكان كل اللي المؤسسين في تلك الفترة من طوائف متعددة. والنقطة الأخيرة اللي بحب أشير لها، أول من أطلق المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وقت اللي حكى عن تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية، ولم يقل المقاومة الإسلامية، هو حكى عن مقاومة لبنانية.